طبعا انه الزواج في الغالب من الزوجه الثانيه هو مصدر سعاده للزوجه الاولى وليس مصدر شقاء. الناس تعتقد انه والله اذا تزوج الزوجه الاولى الثانيه على الزوجه الاولى هي بتكون يعني متالمه، ما حتتالم، هي بالعكس حتسعد. ليش تسعد؟ تخيل انت عندك دوام يوميا في الاستديو في البرنامج، تداومين يوميا طوال اسبوع 6 ايام كل اسبوع، وفجاه اقول لك لا انت الان عليك انك تداومين 3 ايام فقط، اكيد حتسعدين حتستمتعين. ليش؟ يعني جبت لك الان انسان تشيل عنك جزء من هذا التكاليف اللي عليك، يعني بدل ما تشتغلين 3 ايام انت بتشتغلين 6 ايام، تشتغلين 3 ايام، يعني هي تخلق لك السعاده. اسمح لي بس تفضلي. الان انت شبهت الاستديو بالزوج والزوجه الاولى، بانه هو يعني انا ما حداوم في الاستديو او ما حكون مع زوجي في الاستوديو او في البيت لمده 6 ايام، فانا وزوجي هيروح للثانيه 3 ايام عنده و3 ايام عندي. جميل جدا. يعني جميل. لا مو جميل، دقيقه بس خليني اكمل لك، اعطيني فرصه الله يسعدك. مو جميل. الان سيد فهد، الان هو كيف مصدر سعاده للزوجه الاولى بعد ما اهتمت بزوجها واهتمت باولادها واهتمت بمسؤوليات البيت ككل، ربت منزل متكامله، صبرت، وبعدها طيب يروح الزوجة الثانية، وين السعادة في الموضوع؟ جميل. ما لها حق أنها ترتاح الزوجة الأولى؟ ما لها حق تأخذ 3 أيام أوف؟ ما لها حق أنها يعني تنتبه لنفسها وتنظم وقتها وتأخذ راحتها ويكون لها يوم تنتبه لنفسها، يعني تأخذ راحة بنفسها؟ يعني ما هي معقولة. أنا لما هذا الرجل بيريح المفروض أنها تسعد، ما تكون كئيبة.